اجت نيها يا ياش، نيها وصلت ياش. ياش ياش ياش. شو؟ ما راح يصير شيء. امشي نروح على البيت يلا. انت ليش ما بدك يعني عيش حياتي مبسوط؟ ما بدك يعني لا اتجوز ولا اجيب اولاد ولا يصير اي شيء حلو بحياتي؟ خطرت لك فكره عشوائيه وصار بدك يعني طبقها وضليت اسبوع عم تشتغل عليها، والبيس هذا الطقم مساوي هي الشغله، وبالاخير شو صار؟ فشلت. هلأ شو؟ امشي. طيب انتبه انت ورايح. ليش؟ لأنك رح تشوفها جاي. نيها هون وأنا جيت لك مشان تستعجل. يلا 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 يلا. شو ليش تركتي الوردات؟ ما بدك تمثلي دورك مزبوط؟ يلا تعي يلا تعي يلا يلا ركضي بسرعة. جيسيكا تعي بسرعة، وقفي هون وقفي وقفي هون يلا 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 وانت انزل على ركبتك يلا. شو عم تحكي هون؟ شو نسيت انك مرة تسطحت بالشارع مشان نيها؟ بقى عادي انك تنزل هون على ركبك. ماشي ماشي وقفي قدامه هون يلا. ايه ايه هون يلا. ايه احملي الورد احملي الورد يلا بسرعة ليك وصلت وصلت. ياش صارت هون 3-2-1. ماشي احملي الورد جيسيكا يلا احمليهم. ياش سمير أنا بشوفها تمام. نيها شو ليش اتأخرتي كل هالقد؟ عزمتك لهون لأنك رفيقة ياش المقربة، بس أنت تأخرتي وشي فالي ما أجيت. ياش صار له ساعة مسأل عنك، وين نيها ما أجيت؟ أمتى نيها رح تجي؟ سمير يلا تعب بسرعة ما معنا وقت. إيه إيه، أنت ليش هيك عم تلهتي؟ نيها؟ معقول؟ نيها! جيسيكا!